رمضان كريم. اليوم رح نحكي عن في سلسلة مكتشفات غيرت العالم عن مكتشف كثير مهم وهو الآن نحن في أمس الحاجة له وهي المستشفيات. طبعا المستشفيات موجودة منذ قديم الزمان ولكن العرب والمسلمون طوروا جدا على المستشفيات. طبعا ذلك بسبب أن هناك يعني حث وتشجيع دائم على التداوي عبر الأحاديث والآيات المختلفة. أول طبيب في الإسلام كان الرازي كما تعلمون، وأيضا أول مستشفى يعتقد أنه شيد في عهد الخليفة الأموي اللي هو عبد الملك الوليد عفوا بن عبد الملك بن مروان. هذا الخليفة الذي شيد ذلك المستشفى كمأوى لمرضى الجدام. بعد ذلك يعتقد أنه بعد قرن من الزمان وفي زمن هارون الرشيد شيد أول مستشفى حقيقي في الإسلام في عام 805 ميلادي. تسمى المستشفيات بالبيمرستانت، وهي يعني كانت منها مترقل ومنها الثابت، وكان يزرع حولها أيضا الأعشاب والنباتات الطبية. طور وبنى المسلمون العديد من المستشفيات بعد ذلك. المزيد في طقس العرب.